خلاق أحداث. أو أنا أطور فيك إذا حشرنا مع أشياء مبسطة بك. الله بينا اشتراكات والنبي والنبي. هو ما فيش غير المكان ده يعني، فيش مكان تاني طيب تسرق فيه؟ لا هو ما فيش غير يعني طريقين دول طيب. عادي هنا خش هنا، عادي هنا خش هنا. وصى يا حيوان عشان انت العاوز مني ايه؟ الازازه اتكسر والعربيه اتبهدلت. مش عايز بقى حاجه تقريبا. التالت لا ده الرابع ده انبسط كفايه انبسط. شكرا شكرا يا معلم شكرا شكرا. خش حاجه تانيه طيب. ده ايزي ماني ايزي ماني ايزي ماني. اجيب المقلاة لا مقلاة اجيب بس لا لما او هقاتل يعني نروح الواحد اللي جاي. خش تفادى تفادى طيارة اللي جاب 128 دي انت تلعب معايا كم هو الزعيل الدرجة دي؟ ما انا في البي ام عارف ايه ليه نايت مرة مرة واحدة بس؟ عشرة مرتين عادي يعني يفضل يكون كان زي يعني يفوز فيه. إن شاء الله في الأفلام فصل فيا ده أحلى يعني أحلى حاجة أنا اتفرجت عليها في العربيات والأكشن وكده يعني. في اللعب نيد فور سبيد ده تمام مفيش ألعاب سباق زيها. مش فوزهم يعني فوزه هورايزن يعني حاجة تانية خالص. فوزه بقى فوزه يعني صوب تاني لعبة تانية هو انت بتتحرك يعني مش فوز برضه في ألعاب معينة بتتحرك فيها في المدينة وفي ألعاب السباق اللي فات نيد فوز بين أنفاون ليس نازل يعني هي بتتحرك في المدينة نيد فوز بين هيل موست وونتد ونتج او هاي عشان كنت بلعبها بتحرك في المدينة برضه وفي يعني العاب حديثة عاملاها بس مش هعمل فيها تفاصيل يعني بس يلا ثانية وهي يعني مش تمام مش شفتش هشتيفا زبيت فيلم غير هو واحد بس مفيش حاجة تانية نعمل ابجريد يا ابني فورس باور معايا تلات بنت اقدر اعمله ايه احارب اقدر حتى معيش تمارين تانية الصراحة يعني املى بيهم بنزين نفتح بنزيتي ريع مين ده؟ الغذاء المسؤول؟ الميزة من 28 يوم لا بس دي مهزاء والنح طريق جديد او كل شيء جديد سمعوني شيء فجاب لي واحد جديد طب هرسك على اللبسة دي لبسة دي بجنبك لا كنت ممكن اكسب استنى دي لبسة دي دي لبسة دي تاني تالت رابع بس تاني البس بس مش انا وانت اسبقي اسبقي يا ولية اسبقي
الهارد ايه الهارد الهارد فورد فورد برضو فورد الغلابة دي يعني دي ولا احنا مش عارف اهزم النسان اسمعي سولق سوبارو وهزمت دي ايه ده وهزم منهم ربنا ايفنت ده الايفنت ده لا ايه ده معيش في مبات طب الافراد في المنطقة دي اين بقى مش افراد الافراد يا ولد يا ولد محتاج ليفل سي وانا محتاج ليفل دي وهنا ايه يعني دي المنطقة الخاطر بقى يابا طب دي منطقة ايه بقى منطقة بقى انا عارف ايه في هم سعيد لا الله ده صعب انا دي ايه الصراحة هي هذا تقريبا صعب محتاج اطور كتير اوي اوي لو كل حاجة 3 صعب الصراحة الله ثالث واتر اول كده بس رايح اقصى سرعة يا اول اول ما اول يعني طريقة سعيدة في انفتح اللعبة 118 الثاني لا ايه سهل قوي ينفع كده تلاتة ايه ده والنعمة ده الدنيا واقعة واحدة كده الحمد لله طب يلا العب تاني في لعبة هاوس ليبر انا هنزل عنها فيديو اشوفها لا دي احسن يعني شبيهة بتاعت البي سي دي نايتر ويهتم بكل سهولة اشوف التاني ده قد ايه بقى قد ايه باي 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 مفيش خالص باي باي ميو في يا جماعة 112 استهزاء جاست ميو لا شايف نفسي اوي محدش شوفت من كام دقيقة بيننا وبين بعضينا كده بس اقدر اعمل ابجريد يلا بينا 176 لسه قدام كتير ده زي المصحى جميل اذكر كم مرة قولها يلا بينا خمسة فيديو انا مش فاكرهم اساسا انا بس معلقة معايا دي انا اقولها يلا بينا هو انت هو الاخير ده انا بهزمهم اساسا يعني انا الاخير بس خلاص بدي يخلص زيادة طب دي بريك كده تقريبا ولا حاجة طريق 66 يلا بينا تاني مش حاجة دي تفتح ما انا صعب افتح اجيب عربية 100,000 ينفع ولا ايه؟ انا بجمع ال 14 هطور عربيته بالعافية الناس ديلو ما بحبش اقول لكم مره قوي ده هي والبي ام دي لا مازدا تقريبا ما بتفكرها
الأخت دي يا جوسي استني يا مين مش هفكر بص يا ده المايك المفروض يعزل طريقي ده بص يا جنب لا كيخ كيخ يا باب كيخ يا باب كيخ هنزيد بالصباعات انا وفوق 119 ده كان مسابقني هي العربات دي فعلا اسرع ازاي السباق بقى ده هما كلهم 20 سباق انا عملت 6 ده كده السابع ولا ده السادس السباق بقى يخش على اهل من مايكل في الاول اجيبه ايه ده ده مستحيل ده هو ده زارع مفيش طلب حد يوقف المتسارع اوكي 750 حلوين حلوين اوكي كنت تاني معاهم ايه اللي بتاع الهدية بقى يعني ريسيرش كل فيه هدية ده ايه ده ما هشتريهم كده انا ده هشتري لا ده يعني هشتري بدون فاضيين هو انا اذا انا بفتح على بعض كده والنعمة مش عارف كل اولا انا اقدر افتح صوت لسه ضايع بس ابعد مفتاح ده مين طب انا كنت اجمع ازاي طيب بص بالبص يا عم ايه العربيه اللي هتجيبها يعني تبقى 135 هو اتفرج بالزوج او في الستة يا اخي الكمالة كانت بص بالبص بص بالمش مثلا بص بال كنت خمس مثلا اخر جزء اتعبنا عليه هل البس باي باي شوف السنة الجاية بقى جيت وش طب ما خبطتش ازاي بقى 137 انا عاوز مفاتيح طيب دلوقتي انا كفايه كده نهاية الفيديو بقى طبعا طب انا لسه ما وصلتش ليفل 5 او ليفل 4 انا عاوز عربيات جديده عايز عربيات تانية يعني لازم اقفل دي رخامه رخامه فوق اللي حصل دي لا السبعة عمله من دي انا معيش اي حاجه بس انا كان معايا يعني ايه عمله كان معايا ايه ده لا قاعد يوم ايه هو ايه اللي بقى ديلو يا حاسس لما نجري في الاول مش عارف طب ايه ده الو يكتر القرن ست مدخل عام تبني قلبي يا ناس ايه ده روز رويس طب انت روز رويس صح ولا لا ولا انت كنت دي هو الارواح كلها قاعده عندي بقى شبه بعض ايه الجيت دي هنا كل دول اصعب ايه كويس طويل طويل طويل
بهنا، اخرج بهنا، ايه الاس؟ انا بص هتفرج على كل حاجة. دوج 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 ده كده في دوج كتير اوي. دوج فايبر انا فاكرها العربية دي. خلاص خلاص عادي ده ده يعني ده شوفوا لي ايه بس يعني على كل حاجة. طب انا العربيات اللي انا بجيبها ايه؟ طيب هي دي اللي هو دي كتير واللي هو دي. طب دي بزبطة بيكون طبيعة ازاي؟ دي طبيعة ازاي؟ دي موتورها فين دي بالظبط؟ يعني ده اي ده يقدر يوضع موتورها بالظبط. دي بتطور حلو. انا دي بتاعنا دي طيب مقدرش اشتري اي عربية تاني ليه؟ طب انا عايز اشتري السي بقى. طب انا الوحيدة اللي اقدر اشتريها هنا ايوه دي بضعف السي ده. انا اطور خلخص قدام. يلا سلام.